أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات. إذن حصتنا اليوم من كتاب المفيد في الرياضيات للمستوى الأول ابتدائي. إذن لدينا الحصة الثانية. إذن جميل. إذن عندنا عنوان الدرس هو مقارنة وترتيب الأعداد من 0 إلى 20. إذن comparison des nombres de 0 à 20. اذا اطفالي الصغار، قبل ما نبداو في الحصه ديالنا ما تنساوش انكم تشتركوا على في القناه. هذا الشيء اللي ما مشتركش، الا كنتم مشتركين ديروا لي جيم الفيديو. كان عندكم شي تساؤل او ما فهمتوش شي حاجه خليوه لي في بلاصه التعليق، فانا اكيد كنقرا جميع التعاليق ديالكم. اذا احبتي الصغار، دابا غادي نبداو الحصه ديالنا، اذا لنفهم ونطبق. اذا نلاحظ ونقارن ثم نحدد الالعاب التي يمكن لعلي ان يشتريها. جميل. إذا عندنا علي، هو هذا الطفل، هذا عنده 15 درهم، 15 درهم عنده في الصندوقه ديالو، 15 درهم. هنا عندنا العاب بالثمن ديالها. السؤال قالوا لينا شنو يمكن لعلي يشري من هاد الالعاب هادو. ما نساوش ان علي عنده 15 درهم. اذا هنا عندنا السياره الثمن ديالها هي 17 درهم، الدراجه الناريه الثمن ديالها هو 15 درهم، ثم الطائرة الثمن ديالها هو 20 درهم، والكرة فالثمن ديالها هو 19 درهم. إذا علي عنده فقط 15 درهم. إذا في نظركم شنو هي اللعبة اللي يمكن ليه ياخذ؟ إذا 17 ما يمكنش، حيت عنده هو فقط 15، خاصو مازال درهمان. إذا هنا عندنا الدراجة النارية، صحيح. إذا يمكن لعلي أن يشتري الدراجة النارية، علاش؟ لأنها تساوي نفس الثمن الذي لديه. إذا علي عنده 15 درهم والدراجة النارية تساوي 15 درهم. إذا غادي نديرو خط ونحددو هاد اللعبة اللي يمكن علي يشتريها. إذا بهذا الشكل هذا، أو ديروا عليها خط أو كيما بغيتو. إذا هنا عندنا الطائرة بعشرين درهم، علي عنده فقط 15 درهم، إذا لا يمكن له أن يشتري الطائرة. هنا عندنا الكرة بتسعة عشر درهم، لا يمكن له أن يشتريها لأنها أكبر من المبلغ الذي لديه. إذا اللعبة الوحيدة التي يمكن لعلي أن يشتريها هي الدراجة النارية. جميل. إذا أحسنتم أحبتي الصغار. إذا دابا نمر إلى التمرين. إذا الأول، جميل، هنا عندنا اكتب الاعداد الممثله ثم اقارن بوضع الرمز المناسب. الرمز يا اما تساوي يا اما اكبر يا اما اصغر. اذا جميل. اذا هنا عندنا كما كتلاحظوا معايا اعمده فيها حلقات. كاين الحلقات، كاين الاعمده اللي كتمثل الوحدات، والاعمده اللي كتمثل العشرات، والعدد الحلقات اللي فيها هي عدد العشرات او عدد الوحدات. اذا نبداو بهذا العمود. هذا هنا عندنا الوحدات ما فيه حتى حلقه، اذا فيه صفر. اذا هنا عندنا صفر. اذا الوحدات فيه اثنان، اذا عشرتان، اذا غادي نكتبوا اثنان. جميل، بهذا الشكل. اذا عشرون. اذا دابا غادي نشوفوا الاعمده المواليه. هنا عندنا الوحدات فيها واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه. إذا غنكتبو الرقم سبعة في بلاصة الوحدات، وبلاصة العشرة شحال عندنا من حلقة؟ واحدة، أو قرص، عندنا قرص واحد أو حلقة واحدة. إذا عندنا 17. إذا 17 واش أصغر أو تساوي أو أكبر من 20؟ إذا شنو غنقولو؟ إذا 17 أصغر من 20. إذا غادي نكتبو الرمز أصغر بهذا الشكل. يعني عندنا 17 أصغر من 20. جميل. إذا هنا عندنا الأعمدة الموالية، عندنا الوحدات شحال فيها؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذا في الوحدات عندنا خمسة، وفي العشرات عندنا واحد، إذا العدد هو 15. الأعمدة الموالية عندنا الحلقات في الوحدات، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذا نكتبو ستة بلاصة الوحدات، والعشرات عندنا واحد، إذا عندنا 16. إذا 16 أكبر أو تساوي أو أصغر من 15. إذا بطبيعة الحال 16 أكبر، إذا نديرو الرمز أكبر. جميل. إذا دابا غادي نمشيو للتمرين.
الموالي تمرين اثنان. اذا السؤال، السؤال يقول عندنا اكمل كما في المثال، اذا هو هذا المثال. هنا عندنا اذا نفس التمرين، نفس التمرين. اذا هنا عندنا الوحدات، عندنا 1 2 3 4، اربع حلقات، اذا 4 العشرات عندنا 1. هنا عندنا صفر، عندنا في العشرات 2، اذا 14 ماذا نقول؟ اصغر من 20. 14 اصغر من 20. اذا نمشيو لهذا، هذا التمرين هذا، عندنا شحال من حلقه في الوحدات؟ عندنا 1 2 3 4 5 6 7، اذا غنكتبوا 7 بهذا الشكل. اذا 17، جميل. وغنرسمو هنا حلقه، حيت عندنا هنا 1 في هذه البلاصه هذه. اذا هنا عندنا 7، اذا غتكون عندنا 7 حلقات، 1 2 3 4 5 6 7، 7 حلقات، جميل. اذا شحال من 10 عندنا؟ عندنا 1. اذا 17 اش من رمز غنديرو؟ تساوي 17. عندنا 17 في هذا الجهه و 17 في هذا الجهه، اذا عندنا الرمز تساوي، جميل. عندنا دابا التمرين الثالث، اذا التمرين الثالث ألونوا اكبر عدد. اذا شنو هو اكبر عدد هنا؟ واش 13 19 20 17 ام 18؟ اذا اكبر عدد، اكبر عدد هو 20. اذا غادي نلونوا العدد مدى 20. اذا بهذا الشكل، اذا قمنا بتلوين العدد 20 اللي هو اكبر عدد. هنا عندنا التمرين الرابع، ولونوا اصغر عدد، يعني العكس لهذا التمرين هذا. اذا اصغر عدد واش هو؟ 15 20 14 17 ام 19؟ اذا اصغر عدد هو 14. اذا غادي نقوم بالتلوين ديالو حتى هو. اذا احبتي الصغار بهذا الشكل قمنا بتلوين الرقم 14 اللي هو اصغر عدد، جميل. اذا دابا غادي نشوفوا التمرين 5. اذا التمرين يقول وقارن باستعمال الرمز المناسب اللي هو اكبر تساوي او مدى اصغر، جميل. اذا هنا عندنا نبداو ب 13 و 15. اذا 13 هي اصغر من 15، غادي نديرو الرمز اصغر. هنا عندنا 18 كذلك ايضا اصغر من 20. هنا عندنا 19 اكبر من 14. عندنا 20 كذلك ايضا اكبر من مدى من 17. احسنتم. اذا دابا غادي نشوفوا التمرين الموالي. هنا عندنا ورتبوا الاعداد 17 13 20 19 باستعمال الرمز المناسب. اذا تصاعديا، يعني من الاكبر تصاعديا، يعني من الاصغر الى الاكبر. اذا غنبداو ب 13 وغنديروا اصغر ياك من 17، و 17 اصغر من 19، و 19 اصغر من 20. دابا غادي نديروا تنازليا، يعني من الاكبر الى الاصغر. عندنا 20 اكبر من 19، 19 اكبر من 17، ثم 17 اكبر من 13. اذا بهذا الشكل هذا احبتي الصغار. اذا دابا عندنا اثبت تعلماتي. اذا كما قلنا هنا الوحدات والعشرات، مثلا عندنا 19 و 20، اذا الوحدات عندنا 9 والعشرات هي 1. عندنا عاوتاني الوحدات ديال 20 هي 0، العشرة ديالو هي 2. اذا جميل. اذا هنا عندنا 1 اكبر اصغر من 2، اذا 19 اصغر من 2. دائما الا بغينا نقارنو كنقارنو الا لقينا عدد فيه 2 فيه العشرة، فيه يعني مكون من رقمين، كنقارنو العشرات ديالو اولا، العشرات ديالو الا لقيناها متساويه، بحال عندنا مثلا هنا 1 1، كنتقلوا الوحدات، كنتقلوا الوحدات. ولكن في هذه الحاله هذه هنا عندنا 1 في العشرات وعندنا 2 في العشرات، اذا 1 اكبر من 2، اصغر عفوا من 2، اذا 19 اصغر من 2، حيت قارنا هذا العدد هذا وهذا العدد، جميل. هنا عندنا في حاله الا كان
العشرات متساوية. عندنا مثلا هنا 18 و 15، هنا عندنا 1 زائد 1 تساوي 1. اذا شو غنديروا؟ غنمشيو للعشرة الوحدات باش نشوفوا نقارنوا بيناتهم. عندنا 8 اكبر من 5، 8 اكبر من 5 هي 18 اكبر من 15. جميل. اذا هنا عندنا عاوتاني الا كان عندنا رقمين ورقم مثلا 8 و 15، اذا هنا عندنا رقم واحد، اذا غادي نديرو نيشان 8 و 15، اذا 8 اصغر من 15. اذا دابا عندنا هنا معجمي، اذا هاد الكلمات هادو احبتي الصغار من احسن انكم تحفظوها، غتساعدكم بزاف في المسار الدراسي ديالكم، يعني ماشي فقط في المستوى الاول بل في المستويات ان شاء الله الماجيه. عندنا مثلا المقارنه هي لا كومباريزون او كومباريزون، ترتيب رونجمون محصور بين كومباري اونتر. نعاود، مقارنه هي كومباريزون، ترتيب هي رونجمون محصور بين هي كومباري اونتر. احسنتم. اذا احبتي الصغار بهكذا كنكونوا سالينا الحصه ديال اليوم. اللي ما مشتركش عندي في القناه فضلا وليس امرا اشتركوا عندي باش هكا كتوصلوا بجميع الدروس. فعلوا داك الزر ديال الجرس او زر التنبيهات فهكا كيوصلكم جميع الدروس. خليو لي جنب الفيديو ما فهمتش شي حاجه خليوها لي في بلاصه الكومونتيرات نعاود نشرحها لكم. اذا دمتم في رعايه الله والى اللقاء حتى الحصه المجيه ان شاء الله.